أرسلت الدولة المصرية أكثر من 90 شاحنة عبر معبر العوجة لإنهاء إجراءات التدقيق قبل الدخول إلى قطاع غزة. يأتي هذا في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. وقت طويل يهدر بسبب القيود الإسرائيلية التي فرضت على شاحنات المساعدات التي تعبر من خلال معبر رفح. لما هذا الوقت؟ هذه السيارات التي نشاهدها هي السيارات القادمة من اتجاه معبر رفح على هذا الطريق الحدودي، تصطف لبضعة كيلومترات انتظارا لدخولها إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع لعملية التدقيق. كما نشاهد هذه السيارات التي تنتظر بشكل يومي في كل صباح قبل أن تدخل إلى منفذ العوجة الإسرائيلي، هي محملة بالمواد الإغاثية والمواد الغذائية والإيوائية وغير ذلك من جميع ما يتطلبه المواطن الفلسطيني في محنته الحالية. ولكن إهدار هذا الوقت الطويل يعرقل عملية إدخال المساعدات ويقلل أعداد الشاحنات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح. هذه الشاحنات قبل أن تتوجه إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع لعملية التدقيق، تدخل أو يستقبلها ميناء العوجة البري المصري لتنتظر هذه السيارات بداخله قبل أن تتوجه في كل صباح إلى منفذ العوجة الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق. كما نشاهد في هذه الصورة السيارات تستعد اتباعا للدخول إلى منفذ العوجة الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق. في هذه الجهة المقابلة لمنفذ لميناء العوجة البري يقع ميناء أو منفذ العوجة الإسرائيلي الذي تتم فيه عملية إدخال أو التدقيق لهذه المساعدات، التدقيق في هذه المساعدات أو شاحنات المساعدات التي تنتظر الوقت طويل. كما نشاهد هذه هي السيارات أو شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الإغاثية والتي يتطلبها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية، تنتظر في كل صباح أمام هذا المنفذ حتى يتم السماح من الجانب الآخر وهو الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشاحنات لتخضع لعملية التدقيق. وجميع طبعا أو حينما يتم الموافقة على هذه الشاحنات تعود مرة أخرى إلى الطريق الحدودي المصري المتجهة إلى منفذ رفح البري تمهيدا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية. عملية كبيرة أو تعرقل إدخال المساعدات، تستغرق وقت طويل، مسافة تقطع هذه الشاحنات ذهابا وعودة لتزيد عن 80 كيلومتر، وبالتالي فإن أكثر من 1.5 مليون مواطن ينتظرون هذه الشاحنات على الحدود المصرية حينما أجبرتهم القوات الإسرائيلية بالنزوح إلى الجهة الجنوبية والإقامة في المخيمات. فبالتالي انتظار مثل هذه الشاحنات بوقت طويل في هذه المنطقة وتخضع لعملية التدقيق هو ينعكس بشكل سلبي على أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى الأراضي الفلسطينية.